نعم والله ما كانش كنصور راسي ما كانش السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اش كاين تما السي مشي؟ كاين الجديد، كاين شي حاجة زوينة وعاجباني بزاف وتستحق نفتخر بها ونتكبر بها وجات عليا. علاش؟ حيت شي حاجة زوينة وما كايناش، وافي في العبار وموديل جديد والتوب طايح لاصوا في الكريب والموديل كذلك تاهو جديد. كيف كتشوف دابا هادي درناها يعني غير شونتيو باش نوريو للكليان كيفاش هذا الكريب دوسوا. درتو هنا طرا بياس، درت هاد البلون على حساب هذا، ولا بغيتي دير هاد الدوغي كذلك عاوتاني راه كيجي زوين. وهذا هو القفطان ديالها يعني القميص منها فيها. بالنسبه للوينات انا نوريك الوينات ديالها. العبار ديالها كيف قلت 3.80 متر على 1.5 متر، كتجي بحال هكذا. هذا يعني راه كيجي بحال اللي كنقولوا ربع. وعاد فيها الصدر ديالها، الصدر ديالها راه هو هذا. نوري لكم صوره اخرى واضحه اكثر. هذوك اللي كتشوف دابا هنا راهم المونش، هذوك راهم الكمام، يعني جوج الكمام راهما ديالك. هذه راه كتجي الظهر، هذه اللي ديال الظهر ياك. هذه عاوتاني راه كتجي في الظهر. هذا الربع راه هو اللي وريته لكم الهير، يعني الربع راه هو هذا كيف كتشوفوا هنا. بالنسبه للكين عاوتاني ها هو هنا واضح اكثر. هذا راه هي الرقبه، يعني هذا هو العمق. هنا غادي يجي هنا هادو جوج تلوان، غير سرحت لكم باش نشوفوا كيفاش. ها واحد يعني ها غوش ها دروا، وراه فيها المونش ديالها وفيها الظهر ديالها هو هذا كيف كتشوف. ها هو هذا اخر مكان عاوتاني في الكريب حرير، ولكن ما عطاش السميه ديالو كامله. علاش؟ بغيت نخلي هذا الشيء للكليان ديالنا فقط، يعني يبقى خاص بالكليان ديال روميسا. هذا كذلك شوف كيفاش الخدمه نقيه زوينه، موديل جديد، توب كيف كتشوفوا راه طايح زار كيبري ممكن. توب راه نازل، يعني فكاين هذيك لا طومبي كيف ما تشهيتي. بغيتي ديري حتى بياسه وحده راه ممكن، يعني راه ما كيبين ما والو. بالنسبه للخياطه بغيت تهبط يعني بالسفيفه والخدمه والعقد مثلا حتى عند الركبه يا سهل، يعني قفطان يعني دار قفطان، يعني راه هو كيجي زوين. بغيت ديري دو بياس راه ممكن، بغيت ديري طروا بياس كيف شفتي دابا هاد الغوج بوغدو. غنوريكم اللوينات ديالو، هي طروا بياس كتجي بحال هكا. هادي طروا بياس. بالنسبه بغيت نقول لكم يعني اللي بغات شي حاجه، هذا غير شونتيوات خدمنا على الذوق ديالنا حنا، واللي بغات شي حاجه نخدموا عليها على الذوق ديالها. يعني بحال هما اللوينات ديالهم. هاد النوار هذا جا خطير بصح. حتى شوف الخدمه كيفاش دايره، وفي نفس الوقت تتبعوا معنا حتى نتوما شوفوا غير اللوينات. هادو هما اللوينات ديالو، يعني اللي بغات شي حاجه نخدموا عليها على ذوقها ودير العبار اللي بغات. بغات دير كلوش، بغات دير غوب، بغات دير قفطان، بغات دير تكشيطه. ونزيدكم حاجه اخرى عاوتاني، بغات كتجي حتى جلاب الحضور دير بياس وحده ولا دير دو بياس. العبار ديالها كيف قلت لكم فيه 3.80 متر على 1.5 متر، يعني عبار كبير. هادو هما اللوينات ديالها، شوف معايا اللوينات ديالها. اللي بغات شي لون هنا نطلبو ونخدمو ليها يعني على ذوقها، تجي عندنا ونوريها الالوان وتشوف الخدمه كيفاش دايره، يعني نتخلصوا فيه كيف كنقولوا نتفاهموا. وديك الساعه نخدم لك الموديل اللي بغيتي والزواقه اللي بغيتي والكارناج اللي بغيتي، يعني بحال اللون هذا تختاري اللون اللي هو الاهم هو الفوقاني. بالنسبه للتحتاني ما غاديش نختلفوا، بغيتي ديري لونو، بغيتي ديري الديكرادي ديالو، عندك شي فكره اخرى، بغيتي ديري شي شبكه، شي لاموسلين، شي ساتان، هادشي كلشي بامكانك ديريه. واللوينات ديالو راه هما هادو، سرحت لكم غير القليل، يعني مازال بزاف اللون ما سرحش لكم كلشي. الثمن ديالو دير 1800 درهم. سي مشا بالنسبه اللي دفعت الكوموند ديالها شحال ديال الوقت باش توجد ليها؟ يعني اسبوع سيمانه راها كافيه يعني باش نوجدوا لها السلعه ديالها. واخا كاين شويه الضغط حنا كنحاولوا ممكن كنديروا الدراري يعني بزاف اللي خدموا لينا بلاصتو اللي عندنا، يعني ما سيمانه راه كافيه، سيمانه توجد لها الطلب ديالنا، يعني سيمانه. الا كانت عاوتاني خارج كازا عاوتاني راه حاجه اخرى، عاوتاني راه نصوروا ليها ونوريوها شنو كاين، ولو اللي عجبها وخسر راسو راه عاوتاني نخدموا ونصيفطوه لها. يعني جيت لعندها، ملي جيت لعندها عاده كتخلص، ما كاينش مشكل، جميع التسهيلات نديروها معاها.
وبشيبات ستراس هادي الا بغات شي وحده ديرها تشوب هي على الدوق ديالها من غير الكريب ما تقدر ما محتاجاش هي كاع ما سالي دير هاد الكريب هذا تقدر دير شي توب اخر تقدر ديرها في موسلين عاوتاني كتجي تقدر ديرها في موسلين جورج تقدر ديرها في لاسوا تقدر ديرها في دوميسوا تقدر ديرها في ساتاندوشيز يعني عطا الله تقدر ديرها في الكريب هي الدوق ديالك في التوب هذا هي كتختار يعني داكشي اللي بغيتي انت على ذوقك وبالنسبه للصول ديال الباسي يعني راه باقي مستمر 1800 درهم وكاينين شي شكالات اللي ديال 1000 درهم وكاين عاوتاني ديال 1200 درهم داكشي راه متنوع المهم اللي الثمن ديالها طالع شويه هي 1800 درهم هذه اللي درنا 1800 درهم راه كان اللي دايره 4000 درهم دايره 4500 كان اللي كان دايره 3500 حنا خلطنا درنا شي على شي وحسبنا ليه 1800 درهم واللي ناقصين اللي كانوا دايرين 1500 درهم 1800 درهم درنا لهم 1000 درهم وكاين عاوتاني اشكالات اخرين اللي كنا درنا برومو ديجا دوك راك عرفتهم كانوا دايروا 1100 درهم راه حنا درنا لهم 800 درهم او العالمي عاوتاني راه جايب لكم توا شي مفاجاه وبالسوس دي ودار بكارناج جديد عاوتاني قال لك العالمي صيفطوا لي بزاف الكليان ميساج بغاو السوس دي اه هو سي العالمي بزاف ديال الكليان صيفطوا لي بغاو السوس دي وانا بزاف ديال تبني خرجتي صح واش عندنا خزانه السلام عليكم مرحبا بكم معنا وتحيه للمشاهدين الكرام عندنا تحت الطلب ديال المشاهدين الكرام كيصيفطوا لنا بزاف بغاو السوس دي اللي دايرين شي برومو في السوس دي هو السوس دي ولوينات جداد هذا كادوات بالنسبه للعيد هنا كما وعدناكم ان شاء الله كادوات من هذا العيد هذا السوس دي ولوينات كلهم جداد والثمن تاعو غيكون مناسب العبار ديالو 2.5 على متر ونص العالم بالنسبه للثوب التحتاني شنو داير لي هذا التحتاني داير فيرزاشي يعني ساسان دو سوا هنا هذا حرير هذا زوين هذا اللي كنديرو مع التكاشط معروف هذا مبدا ثمن 300 درهم 300 درهم الفوق وتحت هذا نورمالمون غير الثمن ديال هذا الحرير بوحدو داير 300 درهم 100 درهم المترو لا سوا وهذا اللي شافوا معنا العام الاخر كنا داير له 600 درهم بحال هكا بجوج هذا البرومو ديال العيد 300 درهم الفوق والتحتاني ديالو هذا مروه تما هذا كارناج خاص ب على الذوق ديال العالمي ملي بغات تبدل التحتاني على الذوق ديالها ما كاينش مشكل واخا ما كل واحد جمع اللون ديالو جوج بغينا كل كليان راه كنبقى عاد وقع ثاني لا ماشي واحد اخر ماشي مشكل نبدلو هذا التحتاني غادي نسرح لهم شي واحد بحال هكا شوفو سوي سوا كاين كاع الماركات ديال الحرير بحال هادي فيرزاتشي شو معنا العبار ديالو معروف الخياطه ديال السوس دي وهذا العالمي راه صالح للطرز والتنباس الطرز التنباس وغادير حتى السامبل عاوتاني غير القطيب حتى هو يجي البرشمان نزيري كيبقى الاختيار هذا السامبل الاختيار ديال الكليان تخدمو باش ما بغات مكاينش مشكل صافي شنو نقولو لهم تصبحوا على خير ودوز هذا اللون تبان لي بحال باغي تزرب عليه لا شو دوز قلنا ما كتسرحش اللوان ما بان لينا والو انت هكزان هاد اللوين هذا بيانت اليوم اللوان كامل صافي بقاو هادو هما اللوان ديالو واللي بغى شي حاجه مرحبا بهم في الصحه والراحه والادريس ديالنا شارع افغانستان حي الحسني ترانس بالضبط لاصق الباب ديال الجامع ديال النساء مرحبا بكم بارك الله فيكم